ومعنا للتعليق على هذه التظاهرات في أكثر من موقع ببغداد وفي غيرها من المحافظات، ولا سيما في ساحة النسور ببغداد، هذه التظاهرات التي يقودها شبان متظاهرون من ثوار تشرين والتي تطالب بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية من جهة، وكما سمعتموها قبل قليل في الفيديوهات التي عرضناها تقول نعم نعم للعراق، كلا كلا للأحزاب، هي جديدة في الحقيقة من حيث المضمون ومن حيث التوقيت. مناقشة هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ حسين السبعاوي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك أستاذ حسين. إذن تظاهرات جديدة نستطيع أن نقول، أو تتجدد مرة أخرى، تطالب بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية، عنوانها الشباب المثابرون الثوار من ثوار تشرين هذه المرة. كيف تعلقون على هذا الأمر؟ يعني أنا أعتقد هذه التظاهرات جت في وقتها المناسب، هناك احتقان سياسي، هناك خلافات سياسية وانسداد سياسي، هناك انتخابات مضى عليها عام كامل ولم تشكل حكومة، وكل مقومات أو متطلبات المتظاهرات هي متوفرة في الساحة العراقية، فخروجها في هذا التوقيت هو توقيت جيد ويخدم التظاهرات وأهدافها. أعتقد يعني هناك يعني قد يجوز تفاهم حصل مع التيار الصدري والمتظاهرين حول هذه الشعارات، لأنه سابقا كان هناك توجس من حركة التيار الصدري عدم وجود ضمانات في التظاهرات. أعتقد يعني قد يجوز هناك تفاهم، لأن هناك خصم واحد مشترك وهي إيران وحلفائها في الساحة العراقية في العراق، فأعتقد هناك قد يجوز هناك بوادر لتفاهم، أم قد يجوز هذه التظاهرات مستقلة بذاتها. من السابق لأوان أن نحكم، إلا أن نرى يعني غدا وبعد غد كيف يعني سيكون هناك تعليق السياسيين وتعليق المواقع الإخبارية وشعاراتها وإلى آخره، فلكن نجزم بأن هذه التظاهرات في وقتها وهي تخدم الشعب العراقي. نعم، وخاصة أنها أرفعت شعارات واضحة، إسقاط نظام المحاصصة الطائفية كما أشرنا، هتفت باسم العراق وقالت كلا للأحزاب، وهي تعني كل الأحزاب غالبا، وهتفت بشعار الشعب يريد إسقاط الأحزاب أيضا، ويبدو أن الشباب الذين عادوا هذه المرة يريدون أن يكونوا فوق كل هذه الخلافات والانقسامات من أجل العراق. أستاذ حسين، والله أنا قلت لك أنه أنا الظرف يخدم جدا التظاهرات ويخدم أهدافها، والساحة مفتوحة لهم الآن، عليهم أن لا يتوقفوا في مكان واحد أو تحت يعني زمن واحد، أن يستمروا في تظاهراتهم، أن يزيدوا من الزخم، أن يضغطوا على هذه الأحزاب والحكومات الفاسدة حتى يستطيعوا أن يحققوا أهدافهم. خصوصا المجتمع الدولي الآن لديه نظرة أخرى عن الحكومات العراقية وأحزابها، لعله يكون هناك دعما دوليا وتأييدا دوليا لهذه التظاهرات لعلها تحقق أهدافها وهي إسقاط هذه الأحزاب والعملية السياسية. كان الرهان أستاذ حسين صائبا ورابحا على هؤلاء الشباب في ثورة تشرين، ولولا أن الأحزاب خذلتهم وتآمرت عليهم لاستطاعوا فعلا أن يحققوا فارقا واضحا في الساحة السياسية العراقية. كما تفضلت الآن، نتمنى أن يعني بالتمني أن يكون هناك مساندة لهؤلاء الثوار المتظاهرين. هل تخدمهم التفاعلات الموجودة اليوم؟ هل الشعب العراقي الذي مل من الأحزاب على اختلاف توجهاتها ستكون له كلمة مع هؤلاء الشباب؟ والله يعني الشعب العراقي سئم من هذه النخبة السياسية الفاسدة، سئم من شعاراتها ومن وعودها، والساحة والوضع يخدمهم الآن كثيرا، وعليهم أن يزيدوا الزخم ويرفعوا سقف المطالب حتى أسقاط هذا النظام وهذه العملية السياسية الفاسدة. لا يكتفوا يعني بمطلب واحد ولا يتوقفوا على شكل اعتصامات، بل عليهم أن يتحركوا، إذا اليوم لم يتحركوا غدا عليهم أن يتحركوا إلى المنطقة الخضراء، لأنه بدون دخول المنطقة الخضراء لا يعني الكثير في هذه التظاهرات سوى الشعارات، وبالتالي الأحزاب تستطيع أن تدخل على هذه التظاهرات وأيضا تفسد ما تفسد أهدافها، وقد يجوز تتوغل كثيرا وتوغل في دمائهم أيضا
لكن دخولهم الى المنطقه الخضراء واسقاط هذه العمليه السياسيه هو الهدف المرجو هو الهدف الحقيقي، فلا بد ان لا يتوقفوا الا الدخول الى المنطقه الخضراء، انذاك نستطيع ان نقول حققت كثير من الاهداف. اشكرك سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.